شهد أمين الدولة بإدارة الأراضي والحكم المحلي أبو بكر جبرين أبو بكر حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين تشاد والسودان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتعلق بعودة اللاجئين السودانيين والتشاديين إلى أراضيهم. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بالعاصمة السودانية الخرطوم. حبيب حمد أبرص. تعهدت كل من تشاد والسودان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسماح للاجئين السودانيين في تشاد ونظرائهم التشاديين في السودان بالعودة إلى بلدانهم بشكل طوعي، انطلاقا من الحق الإنساني للاجئ في الرجوع إلى موطنه الأصلي متى ما هيئت له الظروف المواتية، وذلك خلال اتفاقية أبرمتها الأطراف المشاركة في اجتماع ثلاثي بالخرطوم يمهد الطريق أمام الحالمون بالعودة إلى أراضيهم بعد سنوات قضوها في اللجوء. وزير الداخلية بجمهورية السودان بابكر محمد دعا مختلف المنظمات العالمية العاملة في هذا المجال إلى المشاركة في إدماج الراقبين في الرجوع في الحياة الاجتماعية. تمثل الاتفاقيات الموقعة اليوم المبادئ الدولية المتعارف عليها التي تحكم العودة الطوعية للاجئين والتي يلتزم بها كل الأطراف. وبدوره أمين الدولة في وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي بجمهورية تشاد أبو بكر جبريل أبو بكر قال بأن الاتفاقية تسعى لإيجاد حلول دائمة تمكن اللاجئين من العودة بدون قيود مسبقة، اعترافا من الأطراف الموقعة بضرورة تسهيل هذه العملية. إيمانا منا بأن خروج المواطن من دياره والعودة إليها حق إنساني قررت تشاد والسودان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضع اتفاقية للأوضة الطوئية للاجئين السودانيين الذين يعيشون في تشاد واللاجئين التشاديين الذين يعيشون في السودان. وتحتضن السودان في أراضيها 8500 لاجئ تشادي، بينما يتواجد بالبلاد عدد كبير من اللاجئين السودانيين يصل إلى ما يقارب 400,000 لاجئ يتوزعون في 13 مخيما بشرق البلاد، فضلا عن اللاجئين العفويين المقيمين خارج المخيمات النظامية.